أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل في الكفار اليوم أحد من أهل الفترة؟ الله أعلم. اللي ما بلغتهم الدعوة ولا سمعوا القرآن ولا عن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بلغهم شيء، هؤلاء يكونوا من أهل الفترة. لكن وين اللي ما بلغتهم الدعوة الآن؟ وين اللي ما سمعوا القرآن؟ وين اللي ما سمعوا الإسلام؟ انتشر الإسلام، انتشر الإسلام في المشارق والمغارب بواسطة الجهاد في سبيل الله، ثم بواسطة وسائل الإعلام المعاصرة واختلاط العالم بعضه ببعض، تقارب البلدان، تقارب الأقطار. ما أحد ما بلغه الإسلام. لكن لو فرض أن هناك من هو منعزل عن العالم لم يبلغه شيء، فهذا يكون من أصحاب الفترة. نعم.